السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموقع ده خاص بالسي او، او ايه الكلمات اللي الناس بتدور عليها في اشهر محركات البحث زي جوجل وبينج وامازون ويوتيوب. بتكتب الكلمة، هو يقول لك الناس بتدور على جملة ايه او ايه الكلمات المشهورة مع الكلمة ديت. يعني مثلا خلينا نكتب ايجيبت، تمام، واقول له سيرش، فهو يبدأ يقول لك ايه الجمل اللي ممكن تتكلم عنها او تكتب عنها مقالة وتلاقي اكتر ناس بتدور عليها. جوجل نيوز، جوجل ماب، جوجل بيراميد، اهي في كلمة ده تبع بينج، جوجل بيقول لك في جوجل فلاج، في جوجل اير، جوجل بيراميد، بيبيوشن لانجويج، في اليوتيوب في ناس بتدور على ايجيبت سونج، ايجيبت ميوزك. وبعد كده بيقول لك لو انت بقى عايز تكتب ايجيبت حرف الاي، اكتر كلمات بتيجي معاك في السيرش بقى ايجيبت بي، ايجيبت سي، وهكذا. حس ان انت لو انت لسه هتختار موضوع او عايز تتكلم عن حاجه معينه، هتلاقي مثلا ايجيبت كانت مثلا ناس كتير بتدور عليها، فتقدر تعمل موضوع عن النقطه دي او فيديو عن النقطه دي.